أفعى اللوتش، هاي اسمها هيك. طبعا هاي من الحياية والألوان النادرة جدا جدا جدا. بيجي اللون من الجوانب كله أبيض. طبعا هاي حية أليفة من النوع المستورد. شايف كيف البياض؟ ركز، أبيض مثل التلج. من فوق بيجي ظهرها بني. طبعا هذا اللون نادر جدا، يعني لازم يكون حية مثلا زيها نفس اللون عشان تطلع هاي الألوان لما بدك مثلا تخليها تتكاثر. بس من الصعب اني احصل على كمان لون زي هذا اللون، صعب جدا. طبعا هي شبيهة لأفعى الذرة، فيها شبه من أفعى الذرة. طبعا هاي تتربى في البيت زيها زي السمك، يعني تنحط بحوض سمك وتتربى. أليفة جدا، يعني حرام نسميها حية. يعني أنا والله مش هي اللي أحكي عنها حية طالما إحنا. شوف على الأرض كيف حلاوتها. بياض جميل.